نرجع تاني لحفل الفنانة ماجدة الرومي ضمن فعاليات مهرجان العالمين واللي أقيم أمس وحقق نجاح كبير خاصة على السوشيال ميديا واللي تداول روادها عدد كبير من الفيديوهات والصور الخاصة بالحفل. يمكن أكتر المقاطع اللي تم تداولها هو الجزء اللي كانت فيه النجمة ماجدة الرومي شايلة على مصر وبتغني أغنية أحلف بسماها وبتربى. نشوف.